السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الثاني من محاضراتنا عن Quantum Mechanics of Molecules. نتناول في هذا الجزء البنية الإلكترونية للباي إلكترون سيستم، ونبدأ بموليكيول بسيط يحتوي على باي إلكترون. هذا هو جزيء الإيثين، ربما من أبسط الجزيئات اللي فيها باي إلكترونز، ولكنه ليس بسيطا أبدا بالنسبة للكوانتم ميكانيكس. يتكون هذا الجزيء من 6 ذرات، هناك 16 إلكترون، ولذلك الهاملتونيان لمثل هذا الجزيء يعتبر very complicated. صحيح حاليا تطورت الكمبيوتيشنال كيمستري إذا شئتم بشكل مهول، وهناك طرق كثيرة very efficient في الحساب مع الكمبيوترات، وسرعتها أصبحت ربما هذا من المسائل السهلة. لكننا سنتطرق اليوم إلى طرق تقريبية بسيطة بعض الشيء، قريبة للفهم، والطريق الابروكسيميشن الذي سنعرض له هو أن نعالج الباي إلكترونز كما لو كانت منفصلة عن السيجما إلكترونز. إذن الباي إلكترونز can be treated independently from سيجما إلكترونز، ما لهم دخل ببعض. يعني total psi function هو product of two psi functions، واحد خاص بالسيجما إلكترونز بسميه بسي سيجما، والتاني خاص بالباي إلكترونز وبسميه بسي باي. طاقة الباي إلكترونز الباي سيستمز يمكن حسابها بالطريقة المعهودة. هنا لاحظ أن يعني أستخدم فقط البسي function of the باي سيستم، لكن أنا بحتاج الهاملتونيان for these pi electrons. We Hamiltonian can be given in the form expression. الآن هذه H hat الصغيرة هاي هي Hamiltonian for each pi electron، بس بسميها effective Hamiltonian for each pi electron. بدك تتخيل انه الباي الكترون الان يقع تحت تأثير الحقل الكهربائي المشترك للنواة وللسيجما الكترونز. اذا النواة الموجبة محجوبة shielded partially shielded by the sigma electrons. هذا البوتنشال المشترك من النيوكلاي وسيجما الكترونز هذا هو الذي يؤثر على الباي إلكترونز، هذا الذي يشعر به الباي إلكترونز. إذا شئت هذا هو الـ effective potential الذي يشعر به الباي إلكترون. إذا الباي إلكترون يقع تحت تأثير حقل كهربائي، مكون هذا الحقل الكهربائي من تأثير النواة وتأثير السيجما إلكترونز. هو is attracted to the nuclei، لكن لا ننسى أن السيجما إلكترونز تعمل عندي shielding، فلذلك بسميه effective potential ناتج من السيجما إلكترونز ومن النيوكلاي، وهذا الهاملتونيان بسميه effective هاملتونيان. إذن بدك تتخيل هذا الباي إلكترون تحت تأثير effective potential من النيوكلاي والسيجما إلكترونز، وهذا ما نعبر عنه هون بالـ H صغيرة هات لكل إلكترون، لكل إلكترون في الباي سيستم. ثم لا ننسى أنه هدول الباي إلكترونز تتنافر فيما بينها. طبعا هنا في هاي الطريقة من الكتابة مشان تسهيل والتبسيط، الكونستانت ما بكتبهم كلهم، الأربعة باي إبسيلون نوت هاي مش مدخلها في الموضوع، والإي تربيع كلها مش مدخلها، بهمني بس المسافات لأنه الباقي كله عبارة عن ثوابت. إذن الترم الثاني الذي نأخذه بعين الاعتبار هو repulsion among the pi
الإلكترونز. طبعاً المشاكل ما زالت قائمة، والمشكلة الأولى هي أنك تلاقي الشكل المناسب الإكسبريشن المناسب للإفكتيف هاملتونيان هذا الذي تكلمنا عنه، لكن هذا إلى حد ما مقدور عليه. المشكلة الأكبر، مشكلة المشاكل دائماً في quantum calculations هي ما يسمى بالcorrelation term، وهنا نقصد بذلك الإلكترون ريبولشن، هذا التيرم الذي يصعب دائما حسابه. بدنا نرجع إلى further approximation، والحقيقة الapproximation بدنا نعملها الآن is a very drastic approximation. إيش هي هاي الapproximation؟ قال لك ليش ما ندخل الإلكترون ريبولشن، إلكترون ريبولشن، الريبولشن among the pi electrons، ليش ما تدخله في الإفكتيف فيلد that the pi electrons feel. يعني هذه H effective، H صغيرة effective، هذه تشمل تأثير النواة على الباي electron، تأثير السيجما electrons على الباي electrons، وتأثير الإلكترون electron repulsion among the pi electrons. إذن هذا الحرف الصغير اللي أنت شايفه هذا is combined Hamiltonian that reflects the combination of electron-electron repulsion among the pi electrons with shielding of the sigma electrons with attraction to the nucleus. بهاي الطريقة بصير عندي مجموعة من الشرودنجر equations لكل electron. في عندي شرودنجر إكويجن، بس هنا إحنا بدل ما نكتب بساي استخدمنا الفاي مشان نميز البساي للتوتال باي سيستم والفاي فور إيتش إلكترون. هذا هو الويف فانكشن فور إيتش إلكترون. لكل إلكترون الآن الإفكتيف هاملتونيان هذا لما تشغله على الفاي فانكشن أوف ذيس إلكترون راح يعطيك طاقة ذلك الإلكترون مضروبة في الفاي فانكشن، الويف فانكشن of this إلكترون. هذا هو بالنهاية الشرودنجر إكويجن للإلكترون الواحد. بهاي الطريقة إذا حليت هذه المعادلة، هذه one electron problem، ممكن حلها بسهولة وتحصل على الإنرجي لهذا الإلكترون. الانرجي للباي سيستم كاملا هي مجموع الانرجيز لكل الكترون في الباي سيستم. طيب البسي فانكشن اوف ذا اوفر اول بسي فانكشن اوف ذا باي سيستم ما هو الا حاصل ضرب الويف فانكشنز اوف ايتش الكترون مع بعضهم البعض. باي كبيره هاي هي علامه الضرب. الابروكسيميشنز اللي عملناهم هم اساس ما يعرف بالسيمبل هوكل ميثود نسبه الى هوكل. نعمل فيها هذه الميثود لينير كومبينيشن اوف اتوميك اوربيتالز لمعرفه البسي فانكشن الذي يصف الباي الكترون سيستم. هذا يقودنا الى السيكولار ديتيرمينانت زي ما تعرفنا، زي ما تعلمنا بالاحرى، ولكن اسمحوا لي بتذكير بسيط بالترمز الموجودة في السيكولار ديتيرمينات. خلينا نتخيل جزيء في أربع كربونات، أربع ذرات كربون N1 N2 N3 N4، وليكن هذا الجزيء هو جزيء البيوتادايين 1,3-بيوتادايين. انتبه، نحن نتجاهل السيجما بوندز بكافة أشكالها سواء CH أو CC. سيجما بوندز هاي نتجاهلها، كل ما يتبقى أمامنا هو الباي بوندز، يعني الباي سيستم. والباي سيستم هو عبارة عن أربع إلكترونات، إلكترون من كل ذرة من الذرات الأربع. الآن الـ H11 إذا تذكرون هذا هو الكولوم انتجرال، هذا الذي يمثل طاقة الإلكترون الموجود في ذرته لو كانت منفصلة. يعني هذا الإلكترون متمركز في الذرة الأولى، تخيل الذرة الأولى هاي منفصلة، طاقة هذا الإلكترون هي الكولوم انتجرال H11، H12، H13، H14، هذول هم الريزونانس انتجرال، يمثلوا الانتر اكشن. H12 الانتر اكشن بين هذا الالكترون المتموضع على الذرة الأولى مع الذرة الثانية، H13 الانتر اكشن
of the first electron of the first atom مع الذرات الثالثة H1 for interaction الإلكترون الذرة الأولى مع الذرة الرابعة. الآن إيش عمل هيكل؟ قال لك all HII are equal يعني H1 1 H2 2 H3 3 يعني طاقة الإلكترون هذا في الذرة الأولى ولا طاقة الإلكترون اللي زيه في الذرة الثانية كل ذرة منفصلة فيها إلكترون واحد هو وبالتالي طاقتهم راح تكون متساوية وهذه طاقة الإلكترون في الذرة المنفصلة بدي أعطيه الرمز ألفا. طيب ماذا لو كانت I لا تساوي J زي H1 2 H1 3 H1 4 قال لك نميز بين حالتين الحالة الأولى إنه I لا تساوي J ولكن I و J bonded together زي مثلا H1 2 H1 2 هو resonance integral بين الذرة الأولى والذرة الثانية بين الذرة الأولى والذرة الثانية في بوند إذا تنطبق عليه هذه الحالة I لا تساوي J لكن الذرتين they are bonded together ماذا يقول هيكل؟ قال لك هذا الريزونانس انتجرال نعطيه القيمة بيتا هذا الريزونانس انتجرال نعطيه القيمة بيتا اللي هي الانتر اكشن بين الإلكترون في ذرة مع الذرة الثانية لكن الأوفرلاب انتجرال بدي أعطيه قيمة زيرو الحالة الثانية I لا تساوي J والذرتين they are not bonded together زي مثلا H1 3 قال لك هدول الذرتين بعاد عن بعضهم البعض وما في بينهم رابطة مباشرة وعلى ذلك أنا ال HIJ الريزونانس انتجرال للذرات غير المرتبطة مع بعضها البعض بدي أعطيه القيمة صفر بدي أعطيه القيمة صفر وبالتأكيد الأوفرلاب انتجرال كمان راح يكون صفر بنطبق الآن طريقة هيكل على الإيثين موليكيول الإيثين موليكيول هو بالنهاية 2 إلكترون سيستم إحنا نتحدث عن الباي إلكترونز فقط لا غير البسي فانكشن الذي أبحث عنه الذي يصف هذا الباي سيستم بدي أكتبه على شكل linear combination of the atomic orbitals فاي واحد وفاي تنين فاي واحد إيش هو؟ فاي واحد هو الويف فانكشن الخاص بالبي أوربيتال الموجود على ذرة الكربون وفاي تنين الويف فانكشن للبي أوربيتال الموجود على ذرة الكربون الثانية لكن انتبه أنا مهتم فقط في الباي بوند فورميشن يعني أوفرلاب من هذا النوع أنا ما بهمني البي بي سيجما أوفرلاب إذا الفاي 1 هو الويف فانكشن للبي إلكترون في الذرة الأولى والفاي 2 هو الويف فانكشن للبي إلكترون في الذرة الثانية اللي راح نعمله مع بعض الباي بوت هاي السيكولار ديترمينت لاحظ معي اني عوضت انا اس قيمتها صفر والان بدل H11 و H22 بدي اعوض الفا وبدل H12 و H21 بدي اعوض بيتا الآن حل السيكولار ديترمينت راح يطلع معك إنه E تساوي ألفا زائد ناقص بيتا طبعا واضح إنهم جوابين هذه معادلة تربيعية راح يطلع معي بالتالي جوابين E تساوي ألفا زائد ناقص بيتا ماذا يعني ذلك؟ ألفا تمثل طاقة الإلكترون وهو في ذرة الكربون في P orbit الآن نتيجة linear combination نتج عندي two psi functions واحد طاقته أقل ألفا زائد بيتا بدك تنتبه معي إنه بيتا نيجاتيف بيتا نيجاتيف فألفا زائد بيتا طاقته أقل من ألفا والwave function الآخر ألفا ناقص بيتا طاقته أكبر من ألفا إذن الإلكترونين الآن بدك تدخلهم
في lower energy level. هدول هم two energy levels الخاصين بال pi system فقط of ethene. في عندي two energy levels alpha زائد بيتا و alpha ناقص بيتا. بالعادة alpha and beta are never evaluated. يعني الأجوبة في الهيكل ميثود نعطيهم بقيم alpha وبيتا. بس ممكن الواحد يحصل على قيم من التجربة مشان يعرف قديش تقريبا قيمة كل واحد فيهم. البيتا تقريبا قيمتها من 2.37 ل 2.39 إلكترون فولت. طبعا هذا مش لأنه الطريقة بتحسبهم، وإنما هذا من التجربة بقدر أحدد قيمة بيتا تقريبا. إيش هم البسي فانكشنز الخاصين بهدول الستيت؟ هذا البسي 1 مرسوم عندي هون وبسي 2 مرسوم عندي هون. هدول راح نحكي عنهم أكثر في السلايد القادم. هذه هي السيكولار ديترمينانت الخاصة بالإيثين. وخليني أذكرك هدول هون الفا ناقص اي هي الكوفيشنت لسي 1، والبيتا هي الكوفيشنت لسي 2 في المعادلة الأولى. هذا هاي جيت كتبتها أنا هون ألفا ناقص إي مضروبة في سي واحد زائد بيتا سي تنين يساوي صفر. هذه هي المعادلة الأولى. الآن الحل الأول اللي نتج معاي للطاقة هو كان إنه إي تساوي ألفا زائد بيتا. هذا الحل باخده وبعوضه هون في المعادلة اللي طلعتها من السيكولار ديترمينانت. بدل إي هاي عوضت ألفا زائد بيتا. فك الأقواس، حل المعادلة، بيطلع معك في النهاية إنه سي واحد يساوي سي اثنين. طيب خلينا نسميهم سي. الآن كيف بدي أحصل على قيمة سي؟ بدي أروح على النورماليزيشن كونديشن. بدي أعمل نورماليزيشن للسي فانكشن اللي هو سي فاي واحد زائد سي فاي اثنين. لما تعمل نورماليزيشن طبعا ما في عندي كومبلكس نمبرز، ولذلك ما بحتاج الكونجوكت فانكشن إطلاقا. بتطلع السي عامل مشترك من كل قوس، بتطلعها برا هاي السي تربيع طلعت. بضل عندي قدام التكامل فاي واحد تربيع زائد اثنين فاي واحد فاي اثنين زائد فاي اثنين تربيع. بدي اذكرك انه فاي واحد وفاي اثنين هدول مش أرثوغنال، كل واحد موجود في ذرة مختلفة، لكن تكاملهم تكامل فاي واحد مضروبة في فاي اثنين يساوي صفر، لأنه هذا هو الأوفرلاب إنتيجرال وأنا اشترطت أن يكون صفرا، فهذا هو سر الصفر. أما تكامل فاي واحد تربيع، هذا الفاي أصلا فاي واحد نورماليزد وبالتالي تكامله واحد، والفاي اثنين نورماليزد تكامل مربع عفوا واحد، وعليه بيطلع معي إنه سي هي زائد أو ناقص واحد على جذر اثنين. ناخذ القيمة الموجبة لأنه إحنا بالعادة بنحب نستخدم القيم الموجبة. إذا بسي بيطلع واحد على جذر اثنين فاي واحد زائد فاي اثنين. يعني بدك تاخذ البي أوربيتال والبي أوربيتال للذرة الأولى والبي أوربيتال للذرة الثانية وتجمعهم مع بعضهم البعض بس، وهيك بتطلع أنت البسي فانكشن للباي سيستم. هذا البسي فانكشن للحاجة الأولى التي تتميز بالطاقة ألفا زائد بيتا. طيب للحاجة الثانية اللي هي الطاقة تساوي ألفا ناقص بيتا، نفس الشيء ونفس المعادلة هاي الموجودة فوق، لكن بدك تعوض بدل إيه ألفا ناقص بيتا، وامشي في هذا وحيهم نفسك وراح تنتج معك إنه سي واحد يساوي ناقص سي اثنين. وأيضا بتحله بالنورماليزيشن كونديشن وبيطلع معك انه سي واحد هي واحد على جذر اثنين، وبالتالي سي فانكشن هو واحد على جذر اثنين فاي واحد ناقص فاي اثنين. هايو بدك تجيب البي اوربيتال للذره الاولى وتخليه زي ما هو فاي واحد ناقص فاي اثنين، يعني بدك تجيب الاوربيتال البي اوربيتال الخاص بالذره الثانيه وتضربه بناقص. لما تضربه بناقص شو بصير؟ الزائد اللوب الزائد هذا بصير ناقص، والناقص بصير زائد،
فكأنك قلبت الـ p orbital. الـ psi function لا الـ state الأولى الـ low energy state كان phi 1 زائد phi 2 هي الـ p orbital لا الذرة الأولى الـ p orbital الذرة الثانية جمعناهم مع بعضهم البعض. وهنا في الـ high energy state الـ p orbital للذرة الأولى ظل زي ما هو، الـ p orbital للذرة الثانية عكسته ضربته هنا بناقص واحد، بعد ذلك جمعتهم مع بعضهم البعض. نأتي الآن إلى جزيء أكبر قليلا الـ 1,3-butadiene، هي موجود أمامنا هون، رقمت ذرات الكربون 4 ذرات كربون. الآن سنتعلم كيف نبني السيكولار ديترمينال. السيكولار ديترمينت لسه مش موجودة عندي. إيش بتعمل؟ بتكتب الذرات الموجودة أفقيا وعموديا مرقمة كما هو واضح. الآن عناصر الديترمينت مش موجودة، بدي أنا أضعها. هذه خلية هون راح تكون إلكترون الذرة C1 بيعمل interaction مع C1. شو هو هذا؟ هذا HII، هذا بدك تحط هنا الفا ناقص اي، ما دام نفس الذره بتحط الفا ناقص اي. الان الكترون الذره الاولى مع الذره الثانيه، هل يوجد بوند بيناتهم؟ بتحط بيتا، نعم يوجد بوند بين واحد واثنين. بين واحد وثلاثه لا يوجد بوند، ولذلك بعوض صفر. بين واحد واربعه لا يوجد بوند، بعوض صفر. نيجي على السطر الثاني مره ثانيه، هدول لسه مش موجودين، أنا بدي أحطهم. C2 C1 في بوند بيناتهم؟ نعم، إذا في ريزونانس، إذا بتكتب بيتا. C2 C2 HII تكتب ألفا ناقص E. بين 2 و 3 في interaction؟ نعم في بوند، تكتب بيتا. بين 2 و 4 ما في إشي، بتحط صفر. وهلم جرا. فبتكتمل عندك السيكولار ديترمينت. ولازم تسويها بصفر وتحلها. الآن حل هاي الديترمينات أكيد أصعب من حل الديترمينات في حالة جزيء الإيثين. خلينا نسهل على حالنا شوي. قال لك اقسم كل الديترمينات على بيتا. لما تقسم كل الديترمينات على بيتا راح يصير عندك هيك شيء. وعوض ألفا ناقص إي على بيتا تساوي إكس. إذن ألفا ناقص إي على بيتا تساوي إكس، تحصل على هاي الديترمينات. الآن حسب ما بنعرف بالرياضيات هذه بدك تفكها، تطلع معك إكس مرفوع بقوة 4 ناقص 3 إكس تربيع زائد 1 يساوي 0. عوض بدل إكس تربيع إنها تساوي واي، فبتصير هذه المعادلة اللي هي من الدرجة الرابعة بتصير معادلة من الدرجة الثانية، y تربيع ناقص 3y زائد 1 يساوي 0. ويمكن حلها بالفورمولا، بيطلع معي قيمة قيمتين ل-y، وتذكر ان y تساوي x تربيع، اذا x هي جذر ال-y، والحقيقة x هي زائد ناقص جذر ال-y، فبطلع عندي كل واي تعطيني قيمتين لإكس. 2.6 هاي عطتني زائد ناقص 1.6، و0.38 أعطتني زائد ناقص 0.618، وحصلت بذلك على الجذور الأربعة لمعادلتي الأصلية من الدرجة الرابعة. نتذكر الآن إنه إكس ما هي إلا ألفا ناقص إي على بيتا، وبالتالي E تساوي ألفا ناقص بيتا X. هناك أربع قيم لX، وبالتالي هناك أربعة energies، أربعة energy levels، أربعة energy levels، اثنين منهم أقل من قيمة ألفا اللي هم E1 تساوي ألفا زائد 1.6 بيتا، وE2 التي تساوي ألفا زائد 0.618 بيتا. و 2 energy levels قيمتهم أعلى من ألفا اللي هم E3 و E4، 2 bonding
إذا شئت واثنين non bonding. كم إلكترون عندي في الباي سيستم الخاص بالبيوتادايين؟ عندي 4 إلكترون من كل ذرة، بتوزعهم حسب الأوفباو برينسيبل كما تعلمنا في كيمياء 101. في كل أوربيتال بيجي عندي 2 إلكترونز بسبين مختلف. الآن نتذكر أيضا إنه عناصر السيكولار ديتيرمينات ما هي إلا الكوفيشنتس لـ C1 C2 C3 C4. لكل X value بحل هذا النظام من المعادلات، طبعا ما تنسى النورماليزيشن كونديشن أيضا راح تحتاجه. لكل قيمة X مثلا لو أخذنا قيمة X 1.618 عوضها هون واستخرج نظام من هذه الماتريسز نظام المعادلات equation system مع normalization condition وحله، راح for each x value راح يطلع معك the values of C1 C2 C3 C4. هيهم مجدولين هون، قيمة C1 C2 C3 C4 لكل x value لكل energy level. بالتالي هون الـ X value هي ناقص 1.618، هون الـ X value هي ناقص 0.618، وهلما جرا for each energy level انت بتقدر تطلع قيمة او قدرت تطلع قيمة الـ coefficient C1 C2 C3 C4 اللي هم راح يحددوا قيمة الـPsi function، لأنه الـ Phi 1 وفاي 2 وفاي 3 وفاي 4 معروفين. مشان أعرف الـPsi كل ما أحتاجه إني أعرف قديش قيم الـ coefficient C1 C2 C3 C4، وأنت بذلك تكون قد عرفت الـPsi function. الـ coefficients للـ energy level الأول راح تعطيك الـPsi function الخاص بالـ energy state E1، الثاني السطر الثاني الخاص بال wave function of the second energy level E2 وهلما جرى. بدنا ننتبه على شغلة محددة، خلينا نمسك ال psi function الخاص بال first energy level هو واحد. C1 وC2 وC3 وC4 موجب. إذا الباي الـ P orbital جاي من الذرة الأولى والذرة الثانية والذرة الثالثة والذرة الرابعة راح يكونوا نفس الاتجاه، الموجب فوق والسالب لتحت أو السالب فوق والموجب لتحت. الشغلة الثانية إذا بتلاحظ C1 أصغر من C2، فلما تضربها في الـ P orbital الخاص بالكربون الأولى راح يصغر هذا الـ P orbital، بينما الذرة الثانية راح يكون أكبر شوية لأنه مضروب هنا ب 0.6، الأولى كان مضروب ب 0.371 وهذا مضروب ب 0.6. الـ P orbital جاي من الذرة الثانية مضروب ب 0.6 والـ P orbital جاي من الذرة الرابعة مضروب في 0.37، بس كله موجب فوق والسالب تحت. هادول اللي فوق بيعملوا اوفرلاب مع بعضهم البعض وبيعطيك هذا اللوب الكبير الموجب، هذاك تحت بيختلطوا مع بعضهم بعض وبيعطوك لوب واحد تحت المستوى الرابط بين الذرات. خلينا ننتقل للسكند انرجي ليفل E2. للسكند انرجي ليفل هاي قيم الـ coefficients، إيش بتلاحظ؟ أول 2 موجب وآخر 2 سالب، أول 2 موجب وآخر 2 بالسالب، هاي أول 2 موجب بضلهم زي ما هم وآخر 2 بالسالب بنعكسوا، ضربوا ناقص 1 بنعكسوا. طيب طبعا أول واحد 0.6، الثاني واحد 0.37، مشان هيك الثاني بيكون أصغر من الأول. هدول الاثنين بيختلطوا مع بعض، هدول بيمتزجوا مع بعض بيعملوا اوفرلاب، هيو هذا، وهدول الاثنين كمان رح يعملوا اوفرلاب لكن هم معكوسين،
الموجب تحت والسالب فوق. في عندي هنا نود، في عندي هون هذا موجب، وانتقل الموجب تحت الخط، كان الموجب فوق الخط وانتقل الموجب تحت الخط. إذا في عندي هنا صفر، في عندي هنا نود. بنفس الطريقة للمستوى التالي راح تلاحظ عندك two nodes، هنا في عندي نود وفي عندي هنا نود. وللمستوى الرابع في عندي three nodes، نود نود نود. دائما نغير هايهم، موجب سالب موجب سالب. من الموجب للسالب بده ينتقل، إذا في صفر. من السالب للموجب في صفر بيناتهم، ومن الموجب للسالب في صفر، في three nodes. وهنا نتذكر قاعدة كنا درسناها زمان، كل ما زاد عدد النودز كل ما زادت الانرجي، وهذا توضيح لهذه القاعدة. هنا صفر نود، واحد نود، تو نود، ثري نود. بدي هون أنبهكم لبعض القيم الفيزيائية التي يمكن أيضا أن نستفيد منها. بدي أعرف PIN. اي ايش هي؟ هي مستوى الطاقة. هي مثلا هنا اي واحد، اي اثنين، اي ثلاثة، اي اربعة. البسي فانكشن الذي يصف هذه الحاجة هذا بسي ون. البسي فانكشن الذي يصف هذه الحاجة هذا بسي تو. وهل مجرا ان ايش هي؟ ان ان هي رقم الذرة. هذه الذرة الأولى N إلها واحد، هاي الذرة الثانية N إلها اثنين، هاي الذرة الثالثة N إلها ثلاثة، هاي الذرة الرابعة N إلها أربعة. إيش هي PIN؟ هي الـ probability of finding an electron in the i-th energy level at the nc atom. هو احتمال أن تجد إلكترون الذرة N في الـ i-th energy level. يعني ما هو احتمال أن تجد في مستوى الطاقة الأول اللي هو هذا، ما هو احتمال أن تجد في مستوى الطاقة الأول إلكترون موجود على ذرة الكربون الأولى؟ تيجي على على مستوى الطاقة الأول، إذا I تساوي واحد، بدي احتمال أن أجد الإلكترون موجودا على ذرة الكربون الأولى، بدك تشوف الكوفيشنت الخاص بالذرة الأولى تاخده وتربعه. مرة تانية، PIN هو الـ probability of finding an electron in the i-th energy level at the nth c atom. ما هو احتمال أن أجد إلكترون متموضعا على ذرة الكربون الثالثة في الليفل الرابع؟ بدك تروح على الـ i تساوي 4، هذا هو الـ energy level الرابع، وعلى ذرة الكربون الثالثة تاخذ الكوفيشنت للـ c 3، يعني بتاخذ الكوفيشنت للذرة الثالثة في الـ i يساوي 4 وربعه، هذا راح يعطيك الـ probability of finding an electron in the fourth energy level at the third C atom. ولازم بالتأكيد يكون مجموع الاحتمالات لكل I يعني للليفل الأول، للليفل الثاني، للثالث، للرابع يساوي واحد. صحيح، مجموع الاحتمالات لازم يكون 100%. نستطيع الآن حساب الإلكترون دنسيتي. QN هي الإلكترون دنسيتي على الأتوم N. كيف نحسبها؟ بدك تيجي على كل energy level I وتشوف كم إلكترون موجود في هذا الـ energy level. إذن NI هي number of electrons in the i-th energy level، وتضربه في الـ probability of finding the electron أو an electron in the i-th energy level at the nth atom زي ما شرحنا في السلايد السابق. الأشياء تتضح بمثال.
What is the electron density on the atom C1؟ قديش الالكترون دنسيتي على ذرة الكربون الأولى؟ نحسب Q1، أنا بدي Q على ذرة الكربون الأولى. باجي على الإنرجي ليفل الأول. كم الكترون موجود فيه؟ في 2 إلكترونز. الآن بدك تضربه ب C11 تربيع. إيش هي C11؟ هي الكوفيشنت للذرة رقم 1 في الإنرجي ليفل 1. تاخذها من الجدول في السلايد السابق وبتربعها. الآن تروح على الإنرجي ليفل الثاني. كم إلكترون؟ في عندي إلكترونين. بدك تجيب C21 اللي هي C للأتوم الأولى من هنا الـ 1 الموجودة في الـ I تساوي 2 الإنرجي ليفل الثاني. بدك تجيب على قيمة الكوفيشنت هذا من الجدول وتربعها. في مستوى الطاقة التالت عدد الإلكترونات يساوي صفر، فيش داعي تكمل، صفر مضروب بأي شيء صفر، لكن من باب التعليم بدك تجيب الكوفيشنت للذرة رقم 1، احنا نتكلم فقط عن الذرة رقم 1، بدك تجيب الكوفيشنت للذرة رقم 1 في الانرجي ليفل الثالث وتربع قيمة الكوفيشنت. في المستوى الرابع ايضا عندي صفر الكترونز، بدك تجيب الكوفيشنت للذرة رقم 1، مرة أخرى أنا نتكلم إلا عن الذرة رقم 1، قيمة الكوفيشنت في مستوى الطاقة رقم 4 وتربعه بعد إجراء العمليات الحسابية واستخدام الأرقام الموجودة في الجدول السابق، تستطيع حساب Q1 بيطلع معك تقريبا إنها 1. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك هناك إلكترون واحد على الذرة الأولى. البارشال تشارج يمكن حسابها على أساس أنها 1 ناقص QN، بيطلع البارشال تشارج على الذرة الأولى 0، وهو متوقع، لا يوجد بارشال تشارج على الذرة الأولى. يمكن أيضا من الكوفيشنتس حساب البوند أوردر. PNM هو البوند أوردر بين ذرتين N و M، لا علاقة له ب P اللي ذكرناها في السلايد السابق، كانت probability أن تجد الإلكترون في مستوى الطاقة I على الكربون N. الآن البوند أوردر بين الذرتين N و M كيف نحسبه؟ بهذه الفورمولا. N هي عدد الإلكترونات في مستوى I، بدك تجيب الكوفيشنت للذرة N في المستوى I وتضربه بالكوفيشنت للذرة M في المستوى I، وتفعل ذلك لجميع المستويات مستويات الطاقة وتجمعها مع بعضها البعض. قديش البوند أوردر بين الذرتين رقم 2 ورقم 3؟ بدك تيجي على مستوى الطاقة الأول، 2 إلكترونز في عندي. بدك تاخذ C للكربون رقم 2 في مستوى الطاقة الأول وتضربه في C للكربون رقم 3 في مستوى الطاقة الأول. ننتقل لمستوى الطاقة الثاني، بدك تجيب عدد الإلكترونات 2 تضربه في C للكربون الثاني في مستوى الطاقة 2 و C للكربون الثالثة في مستوى الطاقة 2، وهلم جرا حتى تنتهي من المستويات 3 و 4، بطلع معك الجواب 0.446 تقريبا 0.5. ماذا يعني الجواب؟ انتبه، هذا هو البوند أوردر للباي سيستم فقط لا غير، للباي بوند. هذا البوند أوردر للباي بوند، نحن لا نتكلم إلا على الباي إلكترونز. لو كانت البوند أوردر، لو كان ما في عندي كونجوجيشن، لو كان ما في عندي كونجوجيشن لكان قيمتها صفر، لكان قيمتها هذه صفر. ما في باي بوند بين C2 وC3، لكن بسبب الكونجوجيشن قيمتها ليست صفر وإنما تقريبا نص. إذن حساباتي تدل على أنه في البيوتادايين
هناك conjugation كما نعلم. خلينا نحكي الآن شوي عن السيمتري. هذا عندي جزيء cis-1,3-butadiene، الذرات كلها موجودة في صفحة الشاشة في بلين. نستطيع أن نميز هون مع الخط الأحمر في عندي C2 axis، في عندي طبعا 2 planes of reflection، واحد مع الشاشة والآخر اللي هو عمودي مع الشاشة، مع عمودي على الشاشة along the C2 axis. cis-1,3-butadiene ينتمي إلى point group C2B. هذه هي مستويات الطاقة الأربعة، وهذول هم البسي فانكشن بسي 1 بسي 2 بسي 3 بسي 4 زي ما حسبناهم. بدي لكن انبهك لاتجاه البي اوربيتال. اتجاه البي اوربيتال عمودي على الشاشة، مش احنا بنعرف البي اوربيتالز اللي بيعملوا باي بوند بيكونوا عموديين على ذرات الكربون اللي بينهم باي بوند. نفس الشيء هاي هذول موجودين، الذرات كلها موجودة في بلين. البي اوربيتال عمودي على الشاشة، لوب قدام الشاشة أمام الشاشة باتجاه عينيك، ولوب خلف الشاشة في الاتجاه المعاكس. خلينا نشوف السيمتري لكل بسي فانكشن منهم. مثلا البسي 1 الاي بتعمل أكيد واحد. الآن هذا هو السي 2 أكسس. لماذا لو عملت عملية دوران 180 درجة البلس راح ينزل لتحت والماينس راح يطلع لفوق، إذا راح تتغير إشارة البسي فانكشن، راح ينضرب بناقص واحد. إذا هذا إما B1 أو B2. خليني أشوف الـ XY plane اللي هي عمودية على الشاشة على هذا الخط. اعمل ريفليكشن، هذا بنعكس على نفسه بيطلع نفسه، وهذا بنعكس بيعطي كمان نفسه. إذا بالنسبة للريفليكشن across the YZ plane لازم يكون كاركتر واحد. هاي ناقص واحد واحد، إذا أوتوماتيكيا هو لا ينتمي لل B2. طبعا البلين هاي XY إيش هي؟ هي الشاشة نفسها. فلما تعكس الأوربيتالز عليها البلس بيصير محل الماينس، والماينس محل البلس بده يكون ناقص واحد. هاي إذا البسي فانكشن الخاص بالانرجي ستيت الاولى has a B2 symmetry، ويمكن ايضا بنفس الطريقة تستكشف وتجد انه البسي 3 has a B2 symmetry. طيب البسي 2، البسي 2 خلينا نشوف ايش راح يعمل السي 2 روتيشن. السي 2 روتيشن راح تخلي هذا السالب ينزل تحت في الجهة الثانية، ايوه، وهذا الموجب يجي لهون لتحت مش راح يغير. اذا السي 2 لن تغير في اشارة البسي فانكشن، انت بتتكلم اما عن A1 او A2. الان خلينا نشوف reflection across the YZ plane. الموجب بيصير سالب، الموجب بيصير سالب، والسالب بيصير موجب. اذا ناقص واحد، إذا هو ينتمي لل A2 representation. الآن ما هي السيمتري لل ground state of butadiene؟ بدك تأخذ الإلكترونات كلها الأربعة. السيمتري لل ground state هي بدك تجيب psi function للإلكترون الأول، تضربه في psi function للثاني، مضروب في psi function للإلكترون الثالث مضروبا بالpsi function للإلكترون الرابع. البسي فانكشن للإلكترون الأول هو بسي 1، والإلكترون الثاني هو كذلك بسي 1 لأنه الإلكترونين موجودين في نفس مستوى الطاقة. الإلكترونات 3 و 4 البسي فانكشن لهم هو بسي 2 لأنهم موجودات في مستوى الطاقة الثاني. الآن إيش هي الريبريزنتيشن التي تمثل إذا الجراوند ستيت، أو ما هي الريبريزنتيشن
التي ينتمي لها البسي function of the ground state. اختصارا نقول ما هي representation of the ground state. بدك تجيب representation للبسي 1 تضربها في representation لبسي 1 تضربها في representation ل بسي 2 مضروبة في representation لبسي 2. يعني بدك تأخذ representation لكل واحد من هذول البسي functions تضربهم مع بعضهم البعض، هذا بيعطيك representation للground state. هذا طيب هذول كيف تضربهم؟ بدك تجيب لكل symmetry operation تضرب الكاركترز الخاصين فيه. يعني مثلا لل E الE B2 مضروبة في A2، B2 1 A2 1 B2 بيطلع الجواب 1. طيب الC2 الC2 بدك A2 1 في B2 ناقص 1 في A2 في B2 بيطلع الجواب 1. طيب لسيجما بيطلع معك 1 1 وهكذا. يمكن أن ترى أن الground state of the cis-butadiene molecule تنتمي للtotally symmetric representation اللي هي A1. وخذها قاعدة for any doubly occupied non-degenerate representation بيطلع الكاركتر 1. بهذا ننهي هذه المحاضرة. يعطيكم العافية.